لست مجرد أم، بل مثالا سقته لكل مقهور قادم. وأردت أن تعلم الأم، أي أم، أن تربي أولادها هكذا، هكذا. فما غير هذا من سبيل يخشاه الظلم والظالمون؟ هذا حق، ولقد بلغت وأبلغت. أتدري يوم رصدوا الماء وعدت أنت إلى قومك؟ وعاد عمرو بن براقة إلى قومه. ليلتها كم قلت؟ إلى من يعود الشنفرة وهو لا قوم له ولا وطن، بعدما سلبوه كل شيء حتى أيام حياته؟ صدقتي. فقد حدثني الشنفرة بذلك ليلتها. وما عزائي يا أخي غير علمي بأن وطنه هو سيفه؟ فليكن عز كل طريد ووطن كل مسلوب هو سيفه وعزمه المتوحش. صدقتي، صدقتي يا هنيزة، لذلك أحسبك ستجدين العوض والعزاء. لا، لا، لا عزاء عن الشنفرة، لا عزاء، بل حداد الأبد. فقد كان جديرا بأن تحزن عليه الأم، أي أم.